السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف قيالي اليوم؟ أتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نعملو جولة صغيرة عبر المدينة اللي كنسكن فيها، وهي مونشين غلادباخ، المدينة الخضراء. كيف ما كتلاحظوا، يعني جبت بعض الصور من الإنترنت. هاد الصورة الكامبو دو فوتبول دو بروسيا. هذا السنترو كوميرسيال من اللي عام كاين هنا. ودابا غنمشيو للطوبيس. اضطريت انني نشد الطوبيس حيت السياره كيشتغل بها رجلي، ويعني ما يمكن ليش ناخذها. التصوير من الطوبيس يعني ما كيتبانش مزيان. غادي نضطر انني نبدل بلاصه باش نبينكم المدينه مزيان. كما كتشوفوا الدنيا خضراء، يعني تايلا سموها المدينه الخضراء، يعني الخضوره بزاف كاينه فيها، الربيع موجود، الجردات في يلعبوا العيال موجودين بزاف، يعني مهم بزاف. تقريبا كل حومه عندها الجرده ديالها فين يلعبوا العيال. انا انتقلت للامام. ولكن واخا هيداك يعني ما كيبانش داك الشيء مزيان. الطوبيس كيعمل من الدار ديالي حتى لديك البلاصه تقريبا شي 20 دقيقه. انا جديده في المدينه، يعني 5 شهور هادي، بقى ما كنعرفش الاماكن بزاف. قالوا لي بلي كاين واحد القزار قريب عليا، ولكن ما عرفاش من ناحيه، وكنضطر انني نمشي حتى لديك القزار هذاك، يعني بعيد عليا شويه، ولكن الحمد لله يعني المضمون في الحلال. قدامي هنايا جزار توركو، ولكن ما الصراحه ما كيعجبنيش التسخر من عندهم، حيت ما كنفهم ما كيفهموني، كنهضروا عيب الاشاره. ومهم الانسان ما كيتفهمش، ما كاين شي بحال اللغه اللي كتفهمها وكتعرفها. ما قلتكم يعني الجردات موجودين هنايا بكثره في يلعبوا العيال، والصراحه خاويين، يعني واخا موجودين ما عرفتش انا الناس ديال البلاد واش ما كيخرجوش من الديور ديالهم ولا ما نعرف. يعني دي ولادك الجرده وجلس نتينا ولادك صافي.
واخيرا احنا وصلنا للسنتر. من بعد ما وصلنا عملت جولة صغيرة عبر بعض الأماكن. دخلت لهاد الحانوت هادي لأنني كانوا ناقصني شي الحوايج في الدار، شريت من هنايا. هادي عندها أثمنة مناسبة، ودابا كنتوجه عبر مجزرة الأندلس، في طريقي إلى مجزرة الأندلس كما كتشوفوا. الدنيا عامرة في الصباح كتكون هنايا عندما الحوانت كيحلوا من 9 الصباح ل 6 ونص ولا 7 العشية. من 7 العشية الفوق ما تجبر حتى شي حانوت محلولة، يعني لا ما تسخرتي شي في الصباح صافي. وعاد غدا عندهم هنا الفشطه في هذه المدينه هذه، يعني كل شيء مجدود، يعني اللي خصو شي حاجه خصو ضروري يتقضاها اليوم. ولكن كاين سنتروس اللي كيبقاو حالين حتى ل 9 د العشيه، بحال الدي اللي دال نيطو، هادو كيبقاو حالين. ما الحوانت عاديا هيدايا حتى شي حانوت ما كتبقى حاله، كل شيء مجدود. Thank you.
واخيرا انا عندي المجزره يعني بعيده عليا، ولكن يعني ما عندي ما نعمل، ضروره احكام. وهنا غنوري لكم مجزره الاندلس، صورت غير من برا، من الداخل ممنوع، والخير موجود كما كتشوفوا. ما يقولوش بلي المانيا محرومين من الفروته، محرومين من الخضره، محرومين من كل شيء، يعني الخير موجود الحمد لله. من بعد ما انتهيت من السخره عند الجزار توجهت مباشره للالدي نتقدى شويه، حيت ناقصاني شويه السخره من تما. الدي هذا متواجد يعني في واحد الجاليريا فيها بزاف الحوانت، فيها يعني ثلاثه طبقات الجاليريا هذه. عملت جوله صغيره في هذا الحانوت، بعد ما تسخرت من الالدي كنتوجه مباشره لمحطه الطوبيس باش نرجع في حالي ان شاء الله. وهنا تقريبا في محطه الطوبيس كنشوف شمن ساعه يجي الطوبيس ديالي، باقي له 10 دقائق ونجلسوا ننتظروا شويه. Thank you.
الطوبيس ديالنا ها هو جا وكنتوجه مباشره للسنترو دو مونشين غلادباخ للبان هاوف للمحطه ديال الطوبيسات الكبيره باش تما ان شاء الله غنبدل الطوبيس لان الطوبيس اللي مشيت فيه لعند جزار هذا كيمشي كل 40 دقيقه ويعني جبرتو داز. احنا الان وصلنا لمحطة الكيران هنا يعني محطة كبيرة ديال الكيران ديال المدينة ماشي الكيران يعني الطوبيس اوتوبوسيس واوتوكاريس اللي كيمشيو للمدن اخرى وحتى الترن الترن كاين من الجهة اللي هن نفس الشيء كنستناو مره اخرى الطوبيس باقي جبرتو باقي له هاد المره 5 دقائق واخيرا هاد الطوبيس الحومه ديالي ها هو ماجي وكنتوجه للبيت ان شاء الله من هنايا للدار ديالي تقريبا شي 10 دقائق على الرجل 20 دقيقة ولكن كيبقى كيدور في الحومات
واخيرا انا وصلت الحومه ديالي، الحمد لله بخير وعلى خير. اذا عجبكم هذا الفيديو ما تنساوش دعملوا اللايك وكتبوا لي لتحت يعني الاسئله اللي بغيتوا، واذا عجبكم فيديوهات بحال هيدا يعني نقدر نزيد نعمل فيديوهات بحال هيدا. وشكرا وبارك الله فيكم على حسن المتابعه، والى اللقاء.